مادو. تعال تعال. طبعا معانا الابطال الدشوات الصغيرين اللي معانا يوسف ومحمد. ايه انا دنت شلوه ايل. تعالوا هنا بقى. العجمة بقت دي كبيرة جدا. بصوا بقى النهاردة انا عامل فكرة غريبة جدا، يعني انا قلت اطلع بجيب العربية ونجيب جيسيكا معانا ونيجي هنا ونصور فيديو ونصطاد سمك. طبعا نصطاد سمك بقى، الفكرة ان انا عايز اشوف جيسيكا التعبان هتاكل السمكة وهي صاحية ولا لا، لان انا بقى قبل كده حطيت لها سمك ميت، فهنصطاد ونشوف السمك وهي بتتحرك وبتلعب كده ونديها لها وهي صاحية، فهي نشوف رد فعلها تاكلها ولا لا. لو ما كلتهاش بقى يعني احنا هنحاول ان هي تاكلها، ما كلتهاش يبقى المرة الجاية طبعا انتوا عارفين مين اللي ياكل السمك اللي في البحر ده كله، هو فزاع. هنجيب فزاع معانا، لو عرفنا نصطاد هنجيب فزاع معانا هنا ونربطه جنبنا ونسيبه بقى واحنا نصطاد، واي سمكه تطلع هترميها له مش هيخلي فيها سمكه اصلا. جيسيكا ايه؟ طبعا هي اصلا يا جدعان في البريه هنا يعني متمزكه جدا، بس يا سلام لو احنا كنا جبناها في الصيف شويه بقى، الصيف شويه في الحر، انما الجو ساعة دلوقتي. شايفين يا جماعه الجو عامل ازاي؟ جو رهيب. فالبحر اللي هنصطاد فيه. طبعا وما ننساش في فيديو النهارده معانا الابطال الصغيرين محمد، ده البطل الدشاوي الصغير اللي معانا النهارده. وانت افرد عضلاتك هنا يا بطل، بص هنا البطل معانا، ومعانا البطل يوسف. الدشاوي الصغيرين اللي هيشاركوا معانا النهارده، يلا بينا. جاهزين؟ جاهزين. طيب الفكره بقى، لو وصلتوا الفيديو ده اكبر كميه لايكات المره الجايه هنجيب فزاح هنا ونسيبه في المكان، نربطه بالجنزير الكبير اللي هو 20 متر ونسيبه ونصطاد. ده بقى لو جبنا 2 كيلو سمك هياكلهم. فاللي مستني الفيديو ده وهيبقى اول مره نطلع فزاع للبريه بقى هنا، هو ده اصلا بيئته الطبيعيه. اللي عايز فيديو فزاع ينزل هنا والصيد يعمل كومنتات كتير لايكات كتير على الفيديو ده. قشطه. عدى بعده الصياده. ايوه يا سلام كده تمام، ولا نخليه من غير ده؟ هنجرب. لا كده احسن من غير ده كده. هل عطينا السنارة؟ تمام. معانا محمد البطل اهو، بص للكاميرا. بص بقى انت جايب كام طعمة ده، ما تضحكوش تمام، بالراحة بس لا يطير ويقعوا. خمس طعمات يا جدعان اللي هنصطاد بهم النهارده. فالفكره بقى اللي الخمسه دولت لازم يجيبوا سمك، يعني ممكن الطعمات تجيب سمكتين ثلاثه ما بينفعش، لان احنا ما لناش غيرهم النهارده. نبدا بالسناره. خلي بالكم ان انا اصلا ما بصطادش. هنعمل ازاي دلوقتي؟ كده؟ لا 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 اسمع. عايزين نعملها. متأكد؟ اه كده؟ اه نهزي بقى. طلع الأول. أباك وفوت ورقة تانية يا بنتي. طلع عليك. البعيد الأول. الصيادة جميلة يا جدعان، بس أنا ما اصطدتش قبل كده يعني. أنا بحب أعمل حاجات اللي أنا ما عملتهاش قبل كده. شوف بقى ده كله هنصطاد سمك ولا لا، عايزين نجرب بقى ندي السمكه جيسيكا كده وهي طازه وهي بتتحرك، لان انا جربت اكلها سمك وهي يعني سمك ماي، عايزين نجرب ناكل لها السمك الصح ده يمكن تاكله. حلو قوي. افرق كده جلس. يا محمد يطلع كمان ابا كان فاضي هناك اكبر من ده، كنا المفروض نجيب. يا
كده تمام؟ طعم بقى ايه؟ طعم نسيت كمان ولا كده حاجة؟ السمارة كبيرة امسك ده كده. طيب بقى المرحله الايه اللي هي المفروض تجهيز الخطه. طبعا احنا معانا الطعمه ديت بيقول لك ايه بقى لازم تموتها. الشرا كده متى خبطه 2 3 طبعا بيقول لك لازم تموتها. طب بقى ده كده المفروض ده هنقسمه نصين كده و ايه ده ده في سن بايظ يا ابني. انا نحط فيه بقى هو بالبركه ان انا نحط في ده نعتبر نشتغل على سن واحد. بص بقى دخل الطعمه هنا كده طبعا اهم حاجه بقى لازم كوبايه الشاي ديت مع السياده عشان هشكلها مش هنصطاد وهنشرب شاي بس. شوف ليك يا يوسف بس كده. تعالى بقى انت اشرب الشاي بتاعك وهات لي السناره دي كده عشان لا اجيب سمك. طبعا بقى يا جدعان اهم حاجه في الصيد الصبر. ايوه لا عايز اعرف دي سمكة ولا استاكوزا ولا ايه؟ هي بتمسك اهي كانت فين؟ هنا نسحب شوية كده صح؟ مش عارف شوية كده قدام شوية صح؟ ساعتها ما فيها بقى فلوس المفروض كانت هنا المفروض اول لما تنزل يا جدعان يبقى كده في تنزل ايه؟ هي اللي بتسحبها دي سمكة بتسحب صغيرة كده. طب ايه يلا اهم حاجة في الصيد الصبر. هنحاول نرمي بعيد ما جاتش بعيد اهم حاجة في الصيد الصبر. طبعا احنا كان معانا لازم تب في العربية. طبعا يا جدعان احنا طلعنا النهاردة العدة ما كانتش مظبوطة اوي يعني ايه المرة الجاية لما نجيب فزانة نحاول نظبطها بس انا مش ماشي غير لما اجيب سمكة مش نافع كده بس كده صح؟ تكت العربية تاني كوباية شاي هو مفيش سيف
تقريبا يا جدعان احنا جايين في ميعاد صيد مش مناسب عشان الساعة، فالسمك نزل تحت. بس شوفوا بتغمس، انا نفسي اعرف دي ايه. بصوا كده حاجة بتشد اهي، بصوا جامد اهي، شايفين حاجة شد مش هتلاقيها حاجة. يعني تعال نحاول تاني كده، هنصبر عليها المرة دي كتير. يعني هي حاجة بتشد اهي، شوفوا اهي. عايز اعرف دي بقى ايه، الناس اللي بتفهم في الصيد تعرفني دي. وتيجي تسحب مفيش، يعني سحبت كم مره جنب برضك مفيش. مش عارف تقريبا استاكوزا، ولا حتى لو استاكوزا انا عايز اجيبها. المحاولة الاخيرة بقى، شايفين ده بتوع مية بس ايه كبيرة اوي، فاحنا ايه دي المحاولة الاخيرة، فان شاء الله هتجيب باذن الله. قولي بقى ادخل. اوه نسينا نموته الاول. هسيبه صح كده عشان يلعب في الميه ويجيب ايه؟ السم. بس كده خدي هنا يا رب، ارزقنا بالحلال يا رب. ايه يا المرة دي بقى؟ بسم الله نجيب ان شاء الله. اللي انا شفته يعني ان تقريبا لان التعمالة طلعناها التانية ايه طلعت متاكلة تقريبا، ده سمك كتير صغير وبيفضل ياكل من الجناب كده، فمسكش الصنارة اصلا. هنحاول. عشان وشه وحش لهشة. طب حلو اني بصورك بقى عشان تبقى عارف. بص بص بصور. وشك انت يوسف يا محمد؟ لا انا وشي حلو. وش يوسف حلو فين يا محمد؟ طب هات يلا يا عم استنى هتغمز اهي. بطل اللعبه في العربيه. لعبها يا سمك عشان انا باين لي وش حلو. اتلعبها يا سمك اهي. طبعا طبعا يا جدعان فعلا طلع انا اللي فوق. جامد يا ده يا محمد يلا والله. اوعى يابا رأي. جامد. سبحان الله يا جدعان الحظ عارف صحاب، انا واقف قاعد من ساعتها مش عارف اطلع ولا سمك. ده جيسكا هتتعيلك، تعال نجرب تديها لجيسكا ونشوفها تاكلها ولا لا. طيب تعال نشوف رد فعل جيسكا كده. جيسكا سمك. ابعت لا تمسكني انا. عارفين ال في انواع تانية تعابين مخصوص لاكل السمك ده، بس هي مش جايه معاها سمك. خدي طبعا بقى لو فزاعه يا جدعان، تعرفين فزاعه بيعشق حاجه اسمها سمك، كان كلها بايدي. اللي عايز بقى نجيب فزاع الصيد هنا ونسيبه بقى بالجنزير الكبير كده، شوفوا حتى هنا ايه مكان ايه نربطه فيه، يعني نربطه في بتاع الكهرباء ده ونسيبه هنا ونتعامل احنا ونصطاد. اي سمك يجي نجيب الصناره الكبيره بقى اللي بتبعد وبتصطاد ساعه، اي سمك يجي نديه الفزاع، هيبقى جامد جدا. اللي عايز الفيديو ده بصوا الفيديو ده اكبر كميه لايكات وكومنتات، اعملوا كومنتات كتير قوي واعملوا شير كتير قوي على الفيديو ده عشان الفيديو اللي جاي نجيب فزاع يصطاد هنا.